الشامخة ثمينة دعابة ولكن شواهين مع الشعار الاقتصادي تبدأ من خلال هذه اللحظات بانتزاع المركز الأول. شواهين سعادة فري بن علي بن حمود الظهري. الشامخة تحاول على المركز الثاني محمد بن علي بن حماد الشامسي ولكن شواهين تخطف أول الأشواط. شواهين تخطف أول اللقاءات حتى اللحظة، لكن الشامخة محمد بن علي بن حماد الشامسي ياتي لينتزع اول الاشواط الصباحيه من خلال هذه اللحظات. هذه الشامخه مشاهدين الاعزاء تهديها للعاصمه، اول الانتصارات، اول النواميس الصباحيه. تهانينا لكذلك للمضمر هادف بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الثاني. وصلت غند المسافة، ارقصت في اللحظات الأخيرة وبدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، مواري تتوارى عن الأنظار. قامت راس وبتنهي الشوط راس. تهانينا لشعار الشقي حمدان بن سعيد بن يابر على فوز مواري بالمركز الأول في أول أشواط المهجنات الأصايل. سلام لزعبيل، سلام، اسعدت صباحا بهذا الاداء المتميز. وهو الاشواط المهجرات الاصايل بقبضة مواري ولحظات وصولها الى خط النهاية وبدون اي منافس، بدون اي منازع تصل الى خط النهاية. المركز الثاني جاء الدهام لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. عاصمة أبو ظبي مع دانة الدنيا دبي في المرموم حتى هذه اللحظات تحتفظ بانتصار أبو ظبي رود في مسار هذا الشوط. نعم، على المركز الأول الزعيم أبو ناصر ينطلق في هذه اللحظات، ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي على المركز الأول على الصدارة والمقدمة. أبو ظبي رود على المركز الأول وإلى العاصمة أبو ظبي في هذه اللحظات. نتوجه من ميدان المرموم إلى الوثبة، إلى الوثبة وإلى العاصمة أبو ظبي. سلام أبو ظبي رود، تهانينا والناموس للزعيم ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي على فوز ابو ظبي رود خاطفا اول اشواط الزمول المحليات. المركز الثاني ومحاوي قادمات عجيب العبيد بن محمد بن جابر بن معضد المهيري، ومن الجانب الاخر النحاوي لمحمد بن سلطان بن سعيد الملكي، ولكن عجيب بن غير على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. عجيب والنحاوي والمعركه الطاحنه الى الفوز والناموس هنا في هذه الانطلاقه الجميله. هنا عجيب على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. عبيد بن محمد بن جابر بن معضد المهيري من يعلن الفوز ويعلن الناموس. سلام ندش بسلام على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا لعبيد بن محمد بن جابر بن معضد المهيري على فوز عجيب بالمركز الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. المركز الثاني النحاوي محمد بن سلطان بن سعيد المادي. الأمتار الأخيرة والحضور من وسام من الجانب الآخر لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان والواعية المسري بن سالم بالعرطي وبن دليوي الشاهينية. وأهل رماح مع هذا الصباح يتقدمون حتى هذه اللحظات. بن دليوي ووسام بن مرخان، ولكن الأمتار الأخيرة. يلا جولة الأوامر، محنا على رأس الحربة، محنا ما طاعت. سلام لأهل رماح من المرموم في هذا الصباح مع محنا وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي اللي انتزعت ناموسي هذا الشوط بجدارة وقادت هذا المسار. تهانينا. المركز الثاني أيضا الشاهينية سعيد بن سهيل بن دليوي قدمت أداء جميل. يمكن على صوت السماعة، لكن الآلي محنط تمام على ظهر الثلاث الأوائل اللي شاهدهن بقيادة مسكته. سلام
اليوم يا هالي نزوة سلام سالم بن سعيدة من غدير سلام وتحية يا ابو سهيل على هذا الفوز والانتصار. قامت تناوش المراكز حتى حلت في صدارة الشوط حتى حلت على المركز الاول ما شاء الله تبارك الله. هذه امامكم هذه امامكم مسكتها تهانينا يا ابو سهيل سالم بن سعيد من غدير وسلام يا هالي نزوة سلام على هذا الفوز والانتصار ممثلا على هالي نزوة. قلنا لكم بأنه رجل من رجال المزادات وينجز يفوز عندما تدعم الشعار لا بد من إنجاز في أرضية الميدان. هذا الميدان ميدان المرموم وربشان ربشان ربشان في أرضية الميدان بهذا الأداء الجميل والفنان وأهل الشويب يتقدمون يتقدمون مع بن هادوم وشعاره وشعاره ينتزع ناموسي هذا الشوط. ربشان 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 في الأمتار الأخيرة يقدم هذا الأداء الجميل يقدم هذا الانطلاق. سلام وتحية لأهل الشويب صباحية من المرموم وسعيد بن عبد الله بن عيد بن هادوم الاكتبي يتقدم بالمركز الاول تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الاداء وعلى ربشان واداه وشكله الجميل. تهانينا لحظات الوصول الى خط نهاية المركز الثاني من وصل فيه الحذر محمد بن علي بن حماد. جميلة جميلة هنا الأطلس الأطلس والغزال في هذا التحدي الرائع الجميل. الله لمن الفوز لمن الناموس. الأطلس الأطلس حتى اللحظة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي والغزال من الجانب الآخر في المحاولات الأخيرة هنا مع عبيد بن محمد بن سلطان بن مرهان الاكتبي. الله التحديات الأخيرة هنا بين الأطلس وبين الغزال الغزالي والأطلس الأطلس والغزال التحدي الرائع الجميل. الله التحديات الأخيرة ولكن الأطلس الأطلس تهانينا للمرة الثانية على هذا الفوز المميز هنا للأطلس تهانينا لمحمد بن علي بن حماد الشامسي مركز الثاني. بدت بالتسلل ولكن الظبي الظبي اللي صامد الظبي اللي صامد على المقدمة اللحظات الأخيرة وتحدياتي هذا الشوط والسلامات مرغم مع الحالتين مع انطلاقة الظبي مع تحديات الخوارج ولكن الظبي الظبي هي الأقرب بدون أي أوامر بدون اي تعليمات اتجاه سليم وصحيح الى خط النهاية. الخوانيج تحاول الخوانيج ولكن الظبي هي الاقرب الظبي 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 الخوانيج اللحظات الاخيرة. سلام سلام لمرغم سلام تهانينا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان على فوز الظبي بالمركز الاول وشعار صعب المضمرين. راعي مهمة راعي مهمة روح في هذا الشوط سعيد بن عبد الله بن حميد بشر الخاطري يقدم مهمة بأداء مهمة بمهمة خاصة في هذا الصباح مع هذه الانطلاقات انتهت المهمة يا راعي مهمة راحت مهمة بناموس هذا الشوط العصاف الابطان. تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الله بن حميد بشر بشر الخاطري بشر الخاطري على المركز الأول مع مهمة تصل إلى المقصورة الرئيسية وتصل إلى خط النهاية لتعلن أنها بطلة هذا الشوط ذل المهجنات الأصايل. تهانينا والناموس الكايدة لسيف بناتج بن عمير على المركز الثاني. تهانينا
الشميمي الشميمي محمد بن علي بن حامد النيادي، بن حامد النيادي اللي قتلكم، اشوفه هناك مع الاثنين كيلو متر، ان عنده ذخيرة، عنده ذخيرة، وحرك حرك اللي هو الحافري، الحافري الحافري، مذهل مذهل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري على المركز الثاني، ولكن يا النيادي حرك شوي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الامتار الاخيرة بدون اوامر بدون اوامر، حتى هذه اللحظات ينتزع الناموس الله يعصابك يا النيادي، حرك حرك الشميمي محمد بن علي بن حامد النيادي، واهل مغافة في العين، اهل مغافة في العين، اسعدتم صباحا مع النيادي والاداء الجميل. شوف الامتار الاخيرة، لحظات الوصول الى خط النهاية، المركز الثاني لسعيد بن خلفان الحافري. وصدورة هذا الشوط هنا نتابع مشاهدينا الكروم التحديات هنا بهذه الانطلاقة، ومهول مهول على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، هنا راشد بن حمد بن علي العويسي، وياتي القفاي سعيد بن صقر بن حمد العويسي، هنا يأتينا على المركز الثاني وضاري حمد بن علي بن حماد الثلاثية، ولكن مهول مهول على الصدارة، مهول مهول مع أبو زايد. هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا واللحظات الأخيرة، سلام 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 على هذا الأداء، تهانينا على هذا الأداء راشد بن حمد بن علي العويسي، بينما المركز الثالث الشامخ الشامخ المشغوني، الشامخ عمير بن سيب بن معضد المشغوني يقدم الشامخة على المركز الثالث، وبن مرخان الصعب الصعب على المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات مع عوايد سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. هكذا مشاهدين العزاء اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر، الرمق على المقدمة، الرمق على المقدمة على المركز الأول على الانطلاق الأول، راح لغويص من البداية، قامت راس وانهت راس في شوط الانتاج، وسلمت على أهل المشرف، سلمت على أهل المشرف في هذا الصباح. يستاهل لغويص، يستاهل لغويص اللي هو في هذا الانطلاق سيف بن خلفان بن سيف لغويص المركز الثاني. تابع شعار التبي الواصل وشعار الواصل مع الفاتنة مطر بن عيسى الفلاحي قادم، ولكن حبوبة على المركز الأول، الشعار الأولمبي شرويح بن حمد بن شرويح العامري يتقدم، الشعار الأولمبي على المركز الأول، شعار البياري قادم، الفلاحي قادم على المركز الثالث، شوط الانتاج والمنتجين للذلل المهجنات الأصايل يذهب إلى حبوبة، إلى حبوبة على المركز الأول، النوع الفريد يخطف هذا الشوط، تهانينا والناموس إلى المصانع الجنوبية، إلى شرويح بن حمد بن شرويح العامري، إلى أبو حمد السلام راعي حبوبة والمصانع، تحتفل بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الفاتنة لمطار المركز الأول يسيطر على زمام الأمور مع وبران على الصدارة، أرى منجز القادم، منجز القادم في هذه اللحظات هنا بهذه الانطلاقة الجميلة، الله الله يتسلل في هذه اللحظات هنا إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط، هنا منطلقا بهذه التحديات، منجز منجز لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان الاجتبي، هنا يأتينا في النقطة الثانية بهذا الشعار في هذا الصباح الجميل هنا واللحظات الأخيرة. إذا تهانينا وناموس على هذا الفوز، سلام مرغم سلام لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان الاجتبي، المركز الثاني المهندس راشد بن صابر بن سعيد بن صابر الاجتبي. ولكن
لكن الشبابي أخذ موقع الصحيح في اللحظات الأخيرة، بدأ بالانطلاق بمتابعة راشد بن سعيد بن علي بن سرود، ولكن رعد يحاول عجيل بن محمد بالصوب الاجتبي، واللحظات الأخيرة شوط الإنتاج والمنتجين مع الزمول المهجنات الأصايل والشبابي. الشبابي قفل على مجريات هذا الشوط ليهدي السلامات لراشد بن سعيد بن علي بن سرود، واللحظات الأخيرة رعد يحاول الشبابي هو الأقرب. تهانينا لراشد بن سعيد بن علي بن سرود على فوز الشبابي بالمركز الأول. سلام للشبابي بهذا الأداء المتميز. رعد بن علي أنا شهد أن من طرب غنى وغنيت أنا.